للمزيد حول موضوع اليوروبونز اللبنانية معي مباشرة من بيروت بروفيسور الاقتصاد السابق بجونز هوبكنز مايك عزار. مايك أهلا وسهلا بك، شكرا على حضورك معنا. هل تسمعني مايك؟ بونجور نادين. مايك خلينا نتحدث عن اليوروبونز. السعر لهذه اليوروبونز ارتفع في الأيام الماضية، هل تعتقد أنه تسعير سندات يوروبونز اللي عم تستحق بمارس التي ستستحق بمارس يعكس توقع السوق بأن تدفع بموعدها بأن يدفعها لبنان؟ ما هي توقعاتك؟ هلا في ثلاث استحقاقات هالسنة بالأربعة أشهر الجايين وكلياتهم مرتفع سعرهم، يعني السوق متوقع أنه هدول رح يندفعوا. بعدين استحقاقات السنة الجاية وما بعد السوق متوقع أنه رح يتم إعادة هيكلتهم. مايك إذا تحدثنا عن سداد هذه السندات، هل لدينا فكرة، لأنه كان في حديث مؤخرا أنه البنوك اللبنانية كانت تبيع هذه السندات لأنها بحاجة إلى دولارات، هل لدينا فكرة كم من هذه السندات محمول من قبل الأجانب، وبالتالي كم رح يكون الدولار أوتفلو، خارج خروج الدولارات من لبنان إذا دفعت؟ هلا ما فينا نعرف 100% لأنه المعلومات منا موجودة بالكامل، بس حسب المعلومات الموجودة وتقديراتنا فيك تقولي بين المليارين ومليارين ونص رح يندفعوا للدائنين الأجانب من فوائد وكمان أصل دين بالسنة 2020. هناك جدل دائر بشكل كبير بالبلد إذا كان يجب أن تدفع أم لا. بعرف أن وجهة نظرك مايك أنه لا يجب أن تدفع هذه السندات بل يجب الذهاب نحو إعادة هيكلة، فيك تفسر لنا وجهة نظرك؟ هلأ إعادة الهيكلة لحالة معنا رح تنقذ لبنان، في عدة شغلات تمسيره بنفس الوقت مثل إعادة رسملة المصارف ومصرف لبنان، تحديد حجم الخسارة، وطبعا خطة اقتصادية لحتى لبنان يبلش يصدر لأنه هيدا هو الحل الجذري. بس إذا بدنا نعيد هيكلة الدين اليورو بونز هلأ أضبط وقت نعمله، وبعطيك سببين. أول سبب هو أنه الدائنين الأجانب الموجودين هلأ بلبنان اللي حاملين سندات لبنان هن من النوع يلي أسهل التعامل معهم. إذا انطرنا السنة واستعملنا جزء من احتياطات مصرف لبنان رح تكون موقفنا أضعف بكتير، ورح يكون في من الدائنين يلي بيفوتوا على البلد بس يكون تعبان بيشتروا السندات بسعر رخيص وبيستعملوا القانون والقضاء بشكل كتير شرسة مشان يفرضوا على الدولة أنه تدفع لهم بالكامل، فلح يكون موقفنا ضعيف بعد سنة. والسبب الثاني هو أنه عنا 30 مليار دولار يلي هن احتياطات مصرف لبنان وكمان مصريات المودعين اللبنانية لازم نحافظ عليهم مشان نستعملهم بطريقة كتير استراتيجية، لأنه هيدا يلي لح نستعمله لحتى نبني اقتصاد بلبنان. ففي مطالب كتير من الخارج على هيدي المصاري وما عندك غير طريقتين لحتى تخف المطالب عليهم مشان تستعمليهم بطريقة لمصلحة البلد. واحدة هي إعادة هيكلة الدين، والتاني هي أنك تخفض عجز حساب الجاري، يعني تخفف قديش البلد بيستورد من برا. لاقتصاد مثل لبنان ما فيك تخفف الواردات بشكل كتير عشوائي وبسرعة، لأنه هيدا بيحط البلد بأزمة اقتصادية ما بقى بيطلع منها. فبدنا نكون كتير استراتيجية بكيف نستعمل هال 30 مليار، وأنا برأيي أنه لنستعملها لنسكر دين اليورو بونز خصوصا للأجانب منا لمصلحة الشعب اللبناني. خلينا نتحدث مايك عن عملية إعادة الهيكلة إذا كانت ستتم. في الكثير من الأرجومنتس أو وجهات النظر اللي بتعارض هذا الموضوع لأسباب. أول سبب في موضوع بند التفاوض الجماعي، أنه هذه السندات لا تحظى ببند التفاوض الجماعي اللي بيسمح لكل الدائنين ل 75% من إجمالي الدائنين على كل شرائح سندات أن يوافق، وبالتالي هذا بيجعل العملية أصعب، وبأنه كون ما كانت هالبنود موجودة هذا بدل على موقف ضعف بصياغتها وبموقفنا القانوني، فما رأيك بهذا بوجهة النظر هذه؟ هلا لازم نكون دقيقين كتير بهذا الموضوع، لأنه في نوعين من أنت عم تحكي عن شيء بيسموه الكاكس. في نوعين كاكس، في القديم وفي الجديد. القديم بدك 75% من حاملين كل إصدار يصوتوا لإعادة الهيكلة، والجديد بدك 75% من الدين، يعني إجمالي الدين كلياته سوا، وبعدين
إجمال الدين مظبوط، وبعدين نسبة قليلة من كل إصدار. هيدا بيعملوه لأنه بيسهل إعادة هيكلة الدين، بس هيدا ما بلشوا يستعملوه بالسوق، بلشوا يستعملوه بال 2014-2015. فإذا لو كان موجود بسندات لبنان لح يكون كان موجود بسندات بكمية قليلة، فما كان لح يساعدنا بالأزمة اللي نحن فيها هلا. بس بنفس الوقت نادين ما فينا بس نطلع على إذا في كاك أو ما في كاك، في بنود كتير تانية باليورو بونز وفي الدولة تستعملها مشان تسهل أمورها. مثلا في شيء بيسموه الاكزيت كونسنت. الاكزيت كونسنت هو شغلات فيك تغيريها بالسندات بدها نسبة تصويت أقل. فينا أعطيك مثل استعملوه إكوادور ويوروغواي، بدك 50% من حاملين كل إصدار يصوتوا مشان يسحبوا شيء اسمه الأكسلريشن. الأكسلريشن بتصير إذا الدولة تعثرت عن دفعة، بيصير كل الدين مستحق بنفس الوقت. هيدا يلي بيعطي الدائنين الإمكانية أن يروحوا على القضاء ويسببوا مشاكل للدولة ويوقفوا بطريق إعادة هيكل الدين. فإذا نحن بس 50% من كل إصدار اتفقوا فيهم نعيد هيكل الدين، وبعدين بيسحبوا الأكسلريشن وبتشيله. يعني من أقوى مصطلحات عندهم إياها الدائنين يلي عم يسببوا مشاكل، وهيدا بيشجعهم أنه يتعاملوا معنا بطريقة أحسن. مايك، هناك من يخشى على الذهب، لأنه الذهب الذي بيملكه لبنان موجود بنيويورك، وبالتالي هناك خشية أنه حاملي سندات لبنان الأجانب ممكن أن يذهبوا ليضعوا اليد على الذهب. هل هذا ممكن برأيك؟ هل الذهب إلى أي مدى هو محصن؟ لأنه ما في جواب واضح وصريح حتى الآن إذا كان محصن. ونوعية حاملي سندات اليورو بونز، أنت أشرت قبل قليل أنك لا تعتقد أنهم قد يلجؤون إلى أساليب قد يلجأ إليها ما يعرف بالفولتشر فونز اللي بيشتروا على الديسترس الدين، بيكون بأسعار متدنية جدا ديسترس. هل تعتقد أنه ليسوا موجودين الآن بعد حاملي هذا النوع من الفونز، ليس لا يحملوا الآن السندات اللبنانية؟ لا، ما أنهم موجودين بكمية محرزة. والذهب في عنده حصانة، يعني في قانون بأمريكا اسمه Foreign Sovereign Immunities Act. تحت هذا القانون احتياطات المصارف المركزية والذهب واحدة منهم عنده حصانة. بس فينا كمان نطلع بالقضاء الأمريكاني، لأنه هيدي القضايا مرقة قدام القضاء، ومنعرف كيف القضاء هناك يعني مطبق هيدا القانون. الدائنين تبع أرجنتينا جربوا سنين يحطوا إيدهم على احتياطات مصرف أرجنتينا وفشلوا. وهيدي الشغلات بتصير يعني كتير كتير قليلة لحتى تصير، لأنه بتاخد نوع من الدائن يلي ما في كتير منهم بالسوق ليعملوا هالشي. وكمان مثل ما قلت لك بالأول، لازم نطلع على كل بنود اليوروبونز، ولازم نطلع على وضع لبنان الاستثنائي لحتى نقدر ناخد قرار. وجزء صغير من الذهب ممكن حاطينه بنيويورك، بس يعني عنده حصانة بطبيعة الحال. خلينا نتحدث بموضوع أخير يلي هو المخرج الآن للسندات قصيرة الأمد. بتصور ما بقى في وقت لحتى ينعمل لها ريستركتشرينج أصلا. بالأمس صحيفة الأخبار ذكرت أنه مصرف لبنان عم يسعى لهندسة مالية جديدة بموجبها تقوم البنوك المحلية بتبديل سنداتها بسندات طويلة الأمد، لكن تشتريها بسعر السوق اللي هي عليها الآن. ما رأيك بهذا الخيار مايك؟ وما رأيك بوجهة النظر الأخرى القائلة خلينا ندفع للأجانب ومنعمل أهلية محلية منقوم بتبديل الدين محليا؟ هل ممكن أن ترضى البنوك اللبنانية بهذا الخيار، علما أنه في شوية فريكشن مؤخرا بين البنوك وبين البنك المركزي؟ هلأ شفنا شو صار من كم أسبوع وقت مصرف لبنان اقترح هيدي الفكرة لأول مرة. طلعوا مصارف لبنان وبلشوا يبيعوا اليورو بونز تبعونهم. يعني يمكن هيدي ضلها تستمر للمستقبل، خصوصا اذا التبديل عن جد صار. بس على كل حال، قد ما حليتيها محليه، هيدا ما بيحلل لك القطاع الخارجي. في مطالب على الاحتياطات اللي بعدها موجوده. قد ما حليتي بالداخل، في عندك هيدي الطلبات والاحتياطات رح تنعاز. فما بفتكر
هيدا بيحل المشكلة. وعلى كل حال إذا مصر في لبنان عمل هالشيء دي كمان خسارة لمصر في لبنان، يعني ما بفتكر رح نكون حلينا الأزمة. مايك شكرا جزيلا على حضورك معنا. مايك عزار بروفيسور الاقتصاد السابق في جونز هوبكنز يونيفرسيتي، شكرا جزيلا لك.